سعادة السفير الجمهورية الإيرانية، سادة الحضور كل باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة نحن أمام ثورة قوية، وقد كتبنا عنها يوم انطلقت، كتبنا عنها يوم 7 أكتوبر، وقلنا بأن هذه القوة يجب أن تستمر ولا تتوقف عن الكفاح. قلنا بأن الخسائر في الأرواح ستكون كثيرة وقوية، ولكن هذا هو الوقود، لا يوجد وقود آخر للثورة إلا الأرواح، فلا نبخل بالأرواح ولا ينبغي أن نتوقف ونضعف، لأن العدو يقتل فليقتل، ولكنه لن يقتل الروح الثورية، هذه الروح التي يجب أن تتواصل وأن تستمر وأن يكون لديها من الإصرار على النجاح ما كان يتوفر كما قلنا في ذلك الوقت لقادة الثورة الجزائرية، لأن ليس لنا مدافع ولا طائرات ولا دبابات ولا قنابل تأتينا من الخارج، ولكن لدينا الأرواح ولدينا العزيمة على مواصلة الثورة ومواصلة الكفاح، ولا يضيع حق أبدا وراءه طالب. الخطاب في المعاملات ولا في التعامل وهو التوقف، لا ينبغي أن نتوقف، إذا انطلقت الثورة لا ينبغي أن تتوقف، لأن فشل الثورة إذا توقفت يترتب عنها فشل كبير جدا من بعد. ولهذا طلبنا في بيانات من المجلس الإسلامي الأعلى، وقلنا بأن الثورة يجب أن تستمر وأن تهزم ليس فقط الكيان الصهيوني، وإنما ستنهزم حتى أمريكا، حتى عندما كانت حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط، قلنا ستنهزم وستذهب من أماكنها وسوف تنتصر الثورة. المهم أن إخواننا في فلسطين مصرون على، وأنا كنت أستمع إلى بعض زعمائهم لبعض القادة الثوريين، ومصرون على الثورة ومصرون على القتال، وبالقتال ستنهزم، ولا بد أن ينتهي هذه الكيان وينتهي على أيدي الطوار الفلسطينيين، ولا تهمنا 32 ولا 34 ولا 35 ألف قتيل، فلنتوصل إلى عدد القتلى الذين قتلوا منذ 1947. كم لنا من قتيل من ذلك الوقت؟ نتجاوز 1,000,000 حتى نصل 1,000,000 آخر، عند ذلك سننتصر، والنصر سيكون إن شاء الله للثورة وللثوار وللمقاتلين المجاهدين المؤمنين بحقهم والمصرين على الانتصار لحقهم، وسيخلفهم من يأتي من بعدهم إن شاء الله، وسنرى فلسطين دولة مثل قوية كذلك تبسط سلطانها على أرض فلسطين المكافحة، وسيسترجع شهداء فلسطين منذ 1947 الآن سيسترجعون أنفاسهم في قبورهم، وسيحمدون الله على أنهم خلفوا من بعدهم رجالا ونساء قادرين على أن يفتكوا هذا الوطن العزيز وأن يحرروا الأقصى من أيدي المفسدين المعتدين الذين لا ضمير لهم ولا أخلاق لهم ولا 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 همة لهم، حتى الهمة ما عندهمش، يعني سياستهم كلها كذب، وعندما نستمع لهم يتكلمون لا يقول أحدهم كلمة صحيحة.
وصدق أحدهم عندما قال عن رئيس وزراء هذا الكيان الصهيوني عندما قال متى يكذب؟ قال يكذب عندما يفتح فمه، إذا تكلم فهو كذب، لا يقول حقيقة أبدا ولا ينصح أهله، وإنما ممكن كما يقولون أنه يدافع عن شخصه أو عن حثالة معه، ولكن هذه الحثالة ستفشل إن شاء الله وستنتصر الثورة، وسنحتفل إن شاء الله بالانتصار، وسنحتفل بالقدس كما احتفلنا في الجزائر سنة 62. السلام عليكم. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.